أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
إنا كنا تقولون قد حضر
سبحوا له السماوات سبح الأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا على قلوبهم وفي نجم يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك بالقرآن أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يسمعون به يسمعون إليك وإذهم نجوى إذا قالوا الظالمون إذا تتبعون إلا رسولا مسحورا وكيف ضربوا لك الأمثال فضلوا قربانا حجارة الحديد نفط بما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون إلا قليلا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يحكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كسب الضر عنكم
سلطان المصيرة والقرشان
لكتقمين